السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. النهاردة بقى انا هعمل اكلتي المفضلة البيتزا. هعملها بطريقة سهلة جدا ومش هتاخد وقت خالص، وان شاء الله يا رب تعجبكم، وان شاء الله باذن الله هعمل لكم طرق كتير جدا للبيتزا، سواء للبيتزا الصحية او البيتزا العادية اللي احنا بناكلها. مبدئيا كده انا معايا نص كيلو من الدقيق، كان عندي حبة دقيق كمان صغننين حطيتهم عليه. ماشي، يبقى انا كده اول حاجة حطيتها النص كيلو دقيق. معايا هنا بقى الحاجات اللي هضيفها على الدقيق، معايا هنا الزعتر، وده شيء اساسي جدا لازم يتحط مع البيتزا، ومعايا نص معلقة من الملح، وده طبعا سنة عن الرسول، ولازم طبعا كمان ان الملح يكون يعني يكون مع البيتزا لان البيتزا حادقة. ومعايا بقى هنا نص كوباية من اللبن الدافي، طبعا مش دي الكمية بس انا عشان هختبرها بالخميرة هحط هنا السكر مع نص كوباية من اللبن الدافي، وهحط معاهم اهو كيس من الخميرة الفورية عشان اختبر الخميرة بتاعتي. يبقى انا الكيس هيقضي معايا جدا النص كيلو اهي. قبل اي عجينة يا جماعة لازم نختمر الخميرة بتاعتنا. بنختمرها ازاي؟ بان احنا نحطها في مية وسكر دافيين، او لبن وسكر دافيين. انا هبتدي اقلبهم كده. وهسيبهم اول ما الخميرة الاقيها تفاعلت مع السكر واللبن وحصل كده فقاقيع كتير، هبتدي اعمل العجينة معاكم. رجعت لكم تاني يا بنات. بصوا بقى، انا عايزه اوري لكم هي بدات تعمل فقاقيع اهي زي ما انتم شايفين. يبقى كده الخميره بتاعتي كويسه جدا، هبتدي اشتغل عادي بقى. معايا هنا محسن كيك او بيكنج باودر، هاخد منه بس زي معلقه كبيره بس كده. لو عندك لبن باودر هتبقى جميله جدا. انا عندي زبادي حطيته مع لبن عادي اهو، انا بس مش عارفه اوريها لكم. بصوا، زبادي مع لبن عادي حطيته عليه برضو هيبقى جميل. معايا بقى 3 بيضات اهو، انا بحب احط لها بيض ولبن عشان خاطر بتبقى مغذية جدا، وبحس ان كده ان ليها فايدة. في ناس بتعملها من غير بيض ولا لبن وبتعملها بمية بس انا بحس ان هي كده ملهاش اي فايدة ولا ليها طعم بصراحة. دي طريقتي وانا بحبها جدا. تعالوا بقى ننزل الخميرة اللي بدأت تفور خالص دي. بسم الله اهو. انا كمان معايا هنا بقى لبن وقطعة زبادي حطها عليه اهو، هنزلها برضو على الخميرة دي عشان حرام. هنزل بقى كوباية وهبتدي اعجن، مش هحط لبن تاني، هشوف هي هتحتاج ولا لأ. ومعايا هنا نص كوباية زيت، هحط نصها واسيب نصها للاخر، ونسمي الله مع بعض ونبتدي نعجن. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بصوا انا بعجن ازاي، بحاول ايه اسيب زي فراغ كده في النص. وطبعا يا جماعة بتختلف كمية الدقيق من دقيق لتاني اهو، في دقيق ما بيحتاجش مية او لبن كتير، وفي دقيق بيحتاج لبن او دقيق كتير على حسب نوع الدقيق بتاعك. فعشان كده انا بقولك حطي حبة حبة زي ما انتوا شايفين كده، هي مش محتاجة اي حاجة تاني، هي كده خلاص اتظبطت. هبتدي بس اعجن فيها واحدة واحدة اهو. وعجينة البيتزا برضو يا جماعة ما بتبقاش ناشفة، لازم تبقى طرية جدا اهو. بسم الله. انا في الوقت ده بقى هسرع لكم الفيديو علشان خاطر ما يطولش عليكم. بصوا بقى يا بنات، هي لسه بتلزق ازاي، هي لسه برضو في ايدي بتلزق، يبقى هي كده لسه برضو ما خلصتش. هبتدي بقى بقية الزيت اللي انا محطتوش هحطه عليه كلها، وهبتدي بقى اعجن في الاخر خالص اهو.
طبعا انتوا عايزين تقللوا الزيت عن كده انتوا براحتكم، بس هي كده بتبقى جميلة جدا وهشة. هبتدي بقى اعمل ايه، افضل اعجن فيها لغاية ما احس ان ما فيهاش اي تشققات زي كده والاقيها بتمط معايا. تمام، هقعد برضو اعجن فيها كده زي ما بعجن عشان تخلص ايه معايا. اهم حاجة ان احنا نطول في العجن شوية عشان العجينة بتاعتي تنجح. اهو هخلص بقى عجن خالص وهوريها لكم في الاخر، لان انا محتاجة بقى ان انا انزل على الارض واعجنها جامد. رجعت لكم بقى يا بنات، بصوا انا كده خلاص خلصت عجن، انا عايزة بس اوريكم بصوا هي بتتمط ازاي. هي طبعا ايه يعني مش ناشفة ولا اي حاجة، بصوا بتتمط خالص اهي زي ما انتوا شايفين. يبقى هو ده القوام المظبوط جدا للكيكة، سوري للبيتزا. يعني انا عايزاها تبقى بتتمط كده. يبقى انا عجنتها كويس جدا لغاية ما عملت معايا الشكل ده. هسيبها بقى تخمر. هتخمر ازاي يا لودي في الساقعة دي؟ هنولع الفرنة بتاعتنا شوية وبعد كده هنقفلها. بعد ما بنولعها بنقفلها خالص. ليه نقفلها خالص؟ عشان تفضل محتفظة بالسخونة بتاعتها. هنغطيها كويس بكيس، هنغطي العجينة بتاعتنا بكيس او بطبق او بأي حاجة. وبعد كده هندخلها الفرن. مجرد ما هنلاقيها عليت خالص وانتفخ، يعني اتنفخت كده وعليت وكبرت عن حجمها، يبقى هي كده اختمرت معانا كويس جدا جدا جدا. تعالوا بقى نسيبها تختمر ونعمل بقية المكونات بتاعتنا. رجعت لكم تاني يا بنات، وانا سايبه دلوقتي طبعا الخميره بتختمر معايا براحتها خالص. تعالوا بقى نعمل اسرع صلصه بيتزا في الدنيا كلها. بص انا بحب اعملها كده سريعه ما بتاخدش وقت. انا ببقى عندي علب صلصه كده، عايزه اوريكم شكلها، نوعها جميل قوي اهو. طبعا احنا عارفين ان الصلصه غاليه والطماطم غاليه، فدي بصراحه جميله جدا وقعدت معايا كتير قوي. وباخد منها معلقه زي ما انتم شايفين كده، معلقه كبيره حطيت عليها نص كوبايه ميه، وبحط عليها بقى التوابل اللي انا هقول لكم عليها دي. معايا هنا معلقه بابريكا، نص معلقه كمون، ومعايا كمان نص معلقه فلفل اسمر، ومعايا توم باودر وسبع بهارات وبصل باودر وملح وزعتر. بس هنحط بقى كل المقادير دي كده اهو. هتديني صلصه جميله جدا وسريعة جدا جدا جدا. ايه عشان خاطر الوقت، بس عشان خاطر طبعا اي واحدة معاها بنوتة صغننة او اولاد صغننين بيبقوا عايزين يعملوا حاجة سريعة ما بتاخدش وقت، وفي نفس الوقت تديلهم نفس المذاق بتاع البيتزا الحلوة كده اللي احنا عارفينها. تمام، انا كده خلاص يعتبر عملت البيتزا، الصلصة بتاعت البيتزا سريعة خالص ما خدتش وقت. بصوا تعالوا بقى ايه نشوف عملنا ايه كمان. هشيل بس الطبق ده. عملت هنا برضو معاها سجق، وحطيت فيه فرمته كده زي ما انتم شايفين، يعني حبيت ان هو يبقى مفتفت خالص عشان خاطر ما يعمليه زي قطع كده. وحطيت معاه بصل وطماطم وفلفل بس هو كده برضو بس. وجبت ايه كمان، جبت زيتون، وعندي هنا جبنة باندا. انا في الغالب بشتغل بجبنة اسمها الريف، ببقى جايبة جبنة شيدر وجبنة موتزاريلا، بس معرفش ما فيش وقت ان انا انزل اشتري طبعا حاجة وكده، فانا استكفيت بس بان انا ايه بالكيس اللي عندي اللي هو باندا ده. تعالوا بقى نشوف ما شاء الله العجينة اختمرت ازاي. بصوا ما شاء الله، شايفين ما شاء الله اختمرت كويس جدا. انا كده الحمد لله خدمها صح. بصوا شايفين الفقاقيع دي كلها اهو. تعالوا بقى نجيب ايه صينيه ونحط فيها كل الحاجات اللي احنا عاملينها دي. رجعت لكم بقى تاني يا بنات. بصوا بقى انا بجيب صينيه دي، اي صينيه عندك، بس انا بحب دي قوي في استوى ما بتاخدش وقت خالص. هحط بس حبه زيت صغيرين كده اهو اهو عشان بس ايه ما تلزقش. انا بصوا بقى يا جماعه بشتغل بايدي، محدش يقول لي بقى ايه اشتغلي بايدك ليه، انا بصراحه ما بعرفش اعمل حاجه الا بايدي. هاخد بقى قطعه من البيتزا كده اللي انا عاملاها. بصوا يا ريت ما تبقاش ايه يعني تاخدي قطعه كبيره، انا بحب اخد قطع صغيره كده. بصوا العجينه ما شاء الله جميله ازاي اهي. محتاجه عجينه تانيه طبعا اهو. اهو خدت عليها تاني.
تعالوا بقى نفردها. انا ما بحبهاش برضو عالية قوي، يعني في ناس بتحبها عالية شوية، بس انا بصراحة ما بحبهاش عالية قوي، بحبها كده جدا. ماما واخواتي بيحبوها العجينة تكون مرتفعة شوية، بس انا بحبها تكون زي اللي احنا بنشتريها من بره. بصوا بقى انا بفرد بايدي كده. هي هتقعد بقى تلم، انا بفردها بزيت، في ناس بتفردها برضو بالنشابة ودقيق، انا بحب افردها كده بالزيت واجيب من جوه لبره. وطول ما انتي سايبة العجينة بتاعتك مرتاحة كويس، تأكدي ان العجينة هتطلع جميلة ومش يعني هتقب منك وهتبقى حلوة جميلة كده اهو. بصوا انا بفردها خالص، طبعا هي بتفضل تلم منك بس بعد كده هتلاقيها ريحت وايه وفرد. بس كده بصوا الحاجات اللي انتوا شايفينها دي بتبقى من الزعتر. خلاص كده انا فردتها كويس جدا. تعالوا بقى ايه معايا هنا الصلصة ومعايا الفرشة اللي انا هدهن بيها اهي. ممكن اخد بس كده ايه معلقة ولا حاجة عشان تبقى اسهل. خلاص كده بصوا زي ما انتوا شايفين كده اهو يا بنات. بصوا انا وقفت بس عشان اجيب معلقة كده عشان احط بيها الايه السجق اللي انا عاملاه اهو. احاول اوزعه كده بصوا بقى، يعني دي بتتعمل بأي طريقة انتوا حابينها، يعني اي مكونات عندك ممكن تعمليها، اي بواقي تلاجة ممكن تعمليه، اللي متاح عندك هتلاقيكي ما شاء الله بتشتغلي وبتعملي ايه البيتزا بتاعتك بطرق مختلفة. في ناس بتحب تقطع عليها طماطم وفلفل والكلام ده كله، بصوا اي طريقة في الدنيا بتحبوها، بس انت بتعملي المتاح في شقتك عشان حتى ما تكلفيش نفسك ايه كتير. وانا بصراحة بحبها بالسجق جدا جدا. هنزل برضو بالايه بالزيتون، وما ينفعش طبعا بيتزا من غير زيتون، يعني ايه دي حاجات اساسية كده لازم تكون معروفة. هنزل برضو بالجبن، طبعا هي بتحب جبن كتير بقى، يعني كل الجبن اللي عندك لميها وحطيها اهو. بتكوني مولعة الفرن على درجة حرارة 220 او 240، هي لازم تكون درجة الحرارة عالية علشان خاطر تديكي نتيجة هايلة تبقى حلوة قوي معاكي. انا بحاول ايه احطها كده، يعني اعملها بايدي عشان خاطر المكونات دي كلها ما تخرجش بره. وبس وكده يعتبر هو ده بيبقى شكل البيتزا بتاعتي. احاول بقى اعمل صينية كمان او صينيتين كمان، دخلها بقى الفرن على اعلى درجة حرارة زي ما قلت لكم، وهوريكم شكلها برضو بعد ما بتطلع بتبقى عاملة ازاي. رجعت لكم تاني يا بنات. بصوا بقى انا كده خرجتها من الفرن خلاص، ما خدتش سوا خالص، على اعلى درجة حرارة. طبعا لو عندك جبن اكتر من كده هتبقى حلوة قوي معاكي. انا لسه ما قدمتهاش، انا لسه بس مخرجاها من الفرن حالا. هقطعها بقى واوريها لكم من جوه برضو هي عاملة ازاي، خليكم معايا. بصوا بقى يا بنات انا هقطعها لكم دلوقتي، انا ما عنديش قطعة البيتزا بس هي كده هتبقى تمام اهي.
عايزه اقول لكم طريه جدا جدا جدا، كانك بتاكلي كده قطن بمعنى اصح كده. بصي طريه قوي، يعني العجينه معموله صح جدا اهي. بسم الله. بصوا انا كده قطعتها بقى مثلثات، بصوا بقى شكلها، بصوا ما شاء الله. عايزه اقول لكم البتاع بصوا بتنط ازاي، بصوا قطنيه جدا وطريه، بصوا زي ما انتم شايفين كده طريه خالص مش ناشفه اهي. يبقى كده معموله صح جدا جدا جدا، بس هي سخنه قوي فمش عارفه امسكها. ما تنسونيش يا بنات في اللايك والاشتراك والتعليق. لو طبعا الفيديو عجبكم هستنى دايما تعليقكم ليا وتشجيعكم معايا، واستنوا مني طبعا الجديد ان شاء الله. باي باي.